يا جماعه رنا بعد التجربه دي تستاهل فعلا مغامره جامده جدا. قولي لي بقى احساسك ايه؟ لا احساسي حاجه عاليه قوي، حاجه كده كبيره قوي مش عارفه اوصفها. إيه شفتي ايه من فوق؟ بصي انا عارفه اللي هو من كتر ما انا اللي هو كنت مبسوطه، اللي هو كنت حاسه بجد قد ايه، لا قد ايه انا عارفه اللي هو فخوره قوي ان انا مصريه، وفخوره يعني فخوره بنفسي ان انا دلوقتي في السماء، وفخوره ببلدي، وفخوره بكل حاجه. انت مش فاهمه، لا احنا البلد الوحيده في العالم اللي عندها اكبر حاجات للطاقه الشمسيه. بجد دي كانت بالنسبه لي حاجه ان انا شايفاها كده من فوق وانا هنط دلوقتي فوقيها، فاهمه؟ ايوه. لا في مجمع بين بان اللي احنا فيه النهارده اضخم المحطات لتولي الطاقه الشمسيه في مستوى العالم. رايك ايه في مشروع قومي مهم زي ده بينتج كهرباء بتعادل 90% من الكهرباء اللي بينتجها السد العالي؟ زي ما قلت لك انا بجد انا I feel so proud ان ده في بلدي وان ده بيحصل، وقد ايه دي حاجه ان انا بجد اكون فخوره بيها وان انا اكون موجوده دلوقتي في المكان ده. ده بالنسبه لي حاجه عظيمه، اللي هو بجد انا يعني انا مصريه وافتخر لابعد ما ممكن اي حد يتخيل. يعني بجد I'm so proud to be Egyptian، وان انا في نفس الوقت إن إحنا عندنا التطورات دي وعندنا الحاجات دي إحنا نقدر نعمل حاجات بجد أقوى بكثير. دي حاجة مخلياني مبسوطة انبساط مش طبيعي، وكمان ده موجود في بلد زي أسوان، وأسوان من أحلى الأماكن اللي في الحياة. فده بالنسبة لي حاجة حلوة وحاجة بجد تدعو للفخر حقيقي. يلا نسمع الفويس نوت بقى اللي أنت سجلتيها قبل ما تنطي. أوكي. مش عارفة، بس حاسة إن أنا هبقى خايفه شويه، بس في نفس الوقت مش هبقى خايفه. حاسه ان لا انا ام جوينج ان انا تو انجوي ات، وحاسه ان انا هبقى اقرب لجدي وابويا، فحاسه ان دي حاجه هتبسطني، وحاسه اني هبقى مبسوطه اني بطير. ممكن ابقى خايفه شويه صغيره قوي يعني، بس هبقى برضه مطمنه عشان حاسه ان بابي وجده حواليا. This is so true. This is so true. دي كانت أكتر حاجة مطمناني إن أنا كنت حاسة إن هما حواليا، وحاجة كانت محسسني إن أنا أقرب ليهم وأقرب لكل حاجة، و I'm being myself، وهو أنا نفسي كده، وأنا كده اللي هو هتبسط.